9/2024 وحسب توجيهات معالي وزير الداخلية بوضع دراسة خصوص رفع سيطرة المناظرة كونها سيطرة وسطية ووجود شكاوى من النواحي والأقضية اللي تتابع محافظة النجف وهناك معاناة كبيرة في هذا الخصوص بالدخول إلى السيطرة. تم إعداد لجنة بعد توصيات أيضا من مجلس المحافظة، تم رفع الدراسة إلى وزارة الداخلية، وافق السيد معالي وزير الداخلية على المحترم على رفع هذه السيطرة وفتح 4 نقاط مرابطات وتفتيش خارج حدود المناظرة بالطرق المؤدية إليها. من الناحية الأمنية أي تأثير لهذه السيطرة، لا يوجد تأثير أمني، مسكنا الطرق النيسمية المؤدية إلى الأقضية والناحية خارج الحدود الإدارية لهذه الأقضية والنواحي، ما عندنا أي خلل أمني، جميع الداخلين إلى المحافظة يتم تفتيشهم من هذه المنافذ، وعبر سيطرة غماس إن شاء الله رفعنا معاناة أهالينا في المناظرة القادسية الحيرة.